نهاية الجلسة ديت رسائل. أي حد دلوقتي يقول لك أنت دلوقتي بتسيطر على سوق السينما وإحنا هنشتغل إزاي؟ ما إحنا مش قد الفلوس دي كلها، إحنا نقدر نعمل إيه؟ السوق مفتوح، إحنا ما منعنا أحد. لكن إحنا عندنا مشاريع شفنا فيها بوتنشل وقادرة إنها تروح للنكست ليفل، وإحنا حريصين عليها فرصة كفرصة استثمارية. نبي بعد سنوات الناس تتذكر زي هذه الجلسة أو زي هذا، أن التعاون العربي لما يتعمل على أساسات صح تكون هذه بداية انطلاقة لنهضة للمحتوى العربي. السوق مفتوح، عارف بدوي جيدا، يعني بدوي الآن بينتج، عنده غير هذه الأفلام حوالي 15 فيلم ما وقع الاختيار عليها، ما شفناها انها مناسبه لنا، لكن هل حيتوقف عن انتاجها؟ لا، ده يشغل بقيه السوق. بقيه السوق، وغير كذا المتعه ورفع جوده الحياه للمواطن والزائر العربي كمحتوى، انه يشوفوا. لا، احنا نبغى نقدر نوريهم اننا مو بس محتوى كوميديا، نقدر نوريهم الاكشن، نقدر نوريهم الرعب، نقدر نوريهم الدراما، نقدر نوريهم الغنائي. عندنا عمرو دياب ونانسي شغالين على المشروع، يعني عمرو دياب ونانسي الفيلم الغنائي ده بقى اكيد خلص. والله الكوره في ملعب عمرو دياب، هو بيقولوا لي مضى في يعمل الفيلم ده 31 مره. ايوه، نتمنى الواحد، انا حضرت 20 منهم. نتمنى ال 31 دي تبقى حقيقيه. نقطتين مهمه ابغى اختم فيهم، وإذا سمحوا لي لأساتذة، يعني الأولى إحنا لازم نحط يدنا في يد بعض على القرصنة، لأن القرصنة طبعا بتضر أعمالنا والوصول لأعمالنا وتضر الاستمرارية في هذا الموضوع. المفروض الجهات الحكومية في العالم العربي والشركات تفعل أدوارها في جانب القرصنة، زي تهريب أي بضاعة، يعني لازم تتعامل كده، نتعامل معها يعني هنا بأقصى العقوبات قاعدين يواجهونا في عالم القرصنة. فإحنا المفروض انه عشان نجاح هذا المشروع واستمراريته انه ما يروح جهود الناس، يعني هذول النجوم والمخرجين بيشتغلوا بالثمان تسع شهور اعداد وبالشهرين ثلاث شهور في ظروف مختلفه، مين يعني الموضوع مو سهل. هذا الجانب الاول. الجانب الثاني رساله لاخونا مروان حامد المخرج الكبير، اتمنى، عندي طلب ليه واتمنى اني انفذه في حياتي، اني الحق عليه في حياتي. يعني هو انت عارف ان شاء الله يديك العمر المديد، يعني المشاريع هو سبع افلام في تاريخه الان، احنا نبغى زيها في حياتي ثاني. انا امنيتي وكنت اتناقش معاه امس، يعني في فيلمين امنيتي مستقبلا لما يخلص من الشغل الكثير اللي عنده هنا اننا نفكر فيهم. وانا مستعد ندعم باقصى حدود في هذه الفيلمين. الفيلم الاول اللي هو فيلم يكون عن الحضارة الفرعونية على مستوى الله الحاجات اللي عملها ريدلي سكوت وغيره، وأنا ما أشوف في الوطن العربي واحد يقدر يعمل حاجة زي كذا إلا مروان وأحمد مراد إذا قدم لهم الدعم المناسب. عايزة ناس دقيقة وأمينة في شغلها وموهوبة. كل تجاربنا في, 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 في تقديم الحضارة الفرعونية في العالم العربي للأسف لم ترتقي للمستوى المطلوب، خصوصا ان انا قاعد اشوف الان انه في تزوير كثير قاعد يحصل في الحضاره طبعا الفرعونيه، وانا من محبين وعشاق الحضاره الفرعونيه واي واحد يعني على مستوى العالم. يعني من العجائب اللي بقيت، انتم عندكم نص اثار العالم، هذه حقيقه يعني موجوده. فانا اعتقد انه لو جاء يوم قدمنا دعم لمستوى فيلم عالمي نروح ننافس فيه العالم، شغل زي ينافس ريدلي سكوت، ياما وياما أنا تكلمت معه. المشروع الثاني هو في الأوراق وفي الدرج عنده من شغل أبوه الله يرحمه الأستاذ العظيم وحيد حامد، اللي هو مشروع عن الملك فاروق في كل حقبته، وخصوصا إحنا عاوزين نعرف كمان حقبة الملك فاروق ما بعد ما طلع من مصر، إيش برضو نكمل الحدوتة من أولها. هذه الفيلمين أنا مش شايف قدامي في الرادار شخص يقدر ينفذهم بالجودة اللي أنا أحس أنها ممكن تعمل فارق. أو ما عليك، نجيب مخرج عالمي يخلصنا على طول، يعني يجي بالستاف بتاعه أي مخرج هو عالمي. يعني ما هو الشغل، ما هو عالمي واحد، اثنين ما هو الشغل الصح
ياخذ وقته. الناس بتبني، الاجانب بيبنوا فيلمهم. يعني ترنتينو الان بيقول عنده الفيلم التاسع ويعتزل، ترنتينو بكل صح ولا لا؟ كل العالم، كل العالم يعني بيشتغلوا على الافلام بالسنتين وبالثلاث سنين يعني. فدي امنيه. بالعكس دي مشاريع طموحه جدا، وموضوع الفيلم ان يتم تقديم فيلم فرعوني عن الحضاره المصريه، دي اعتقد يعني حلم كبير جدا عند السينما المصريه من زمان، وحاجه احنا محتاجين ان احنا نقدمها. ومش هنسمح نجومنا الكبار وغيرهم ما يكونوش كلهم في الفيلم ده. المشروع الثاني الثالث بقى، الثالث اللي احلم بطلال مداح، احلم بمحمد عبده. ده شغل قيمه، ده زي ما بيقول عندنا مقرنصات صغيره لازم حد يقعد يشتغل. نحلم بماجد عبد الله، نحلم بناس يعني ليش لا، وليش ما نسوي حاجات زي كذا. يلا احنا متى ما نجحنا وعجبنا الجمهور والحمد لله ان جيا وموسم الرياض بقى لهم اسم ذا مصداقية عند الجمهور، فلما قلنا لهم تعالوا شوفوا أولاد رزق، تعالوا شوفوا المسرحية الفلانية، تعالوا شوفوا الحفلة الفلانية، الجمهور بيلبي. فالجمهور مش عاوزين ثقة. نخسر هذه الثقة، ولا إنتاجات المتحدة نخسر هذه الثقة في هذه المشاريع. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، دي أكبر مائدة مستديرة حضرتها في حياتي، ولكن أنا بقول للمشاهدين اللي بتفرجوا علينا عدوا الوقت. إحنا بنشتغل مع ناس جادة جدا، وناس فعلا عندهم رغبة وقدرة قوية على إنجاز ما يفعلون. على مدى سنة ونص سنتين في عدد من الأعمال السينمائية القوية جدا التي تتناسب مع قوة هذه الصناعة في العالم العربي. هذا التعاون وهذه الوحدة اللي حضراتكم شايفينها هتنتج أشياء ممتعة جدا. أنا بشكر كل الحضور اسما اسما، وربنا معاكم، لأنه اللي بيقود هذه المشاريع شخص بيبقى مصر، بيبقى طالب أفضل جودة، بيبقى طالب أفضل إنتاج. متعب جدا يعني، والمتعب هو اللي قالها، أنا بقى أقدر أقول جدا جدا جدا.